عائلة واحدة، يد واحدة، قلب واحد، لحمة ومحبة كبيرة، تكريم الكبار والصغار وطلع لفلوف الدار. هذه هي أجواء نادي صفاقسي اللي اختارت المرة هذه أنها تحتفل بعيد ميلاد المدرب شهاب الليلي في مفاجأة ما تنجم تكون إلا في قلعة الجديد. اليوم الانيفرسير متاع الكوتش متاعنا، عملنا معنا برشا ديجيست مع جوالة الكل في الانيفرسير متاعهم. اليوم معناها جاء الوقت باش نرجعوا له شوية من اللي عملوا معنا والمريت، وإن شاء الله نتمنى له كل عام وحي بخير، وإن شاء الله دايما نديم إن شاء الله. هذه جائزة السي شهاب بالنسبة لعيد ميلاده، وإن شاء الله نتمنى له كل عام وحي بخير. كما وقفنا مع فالو في الإصابة متاعه في سيتياسيون خايبة، وجدت سيتياسيون متاع فرحة متاع السي شهاب، الناس كل ظهرنا اللي احنا يد واحدة وعائلة واحدة، وإن شاء الله ربي يداوم علينا النعمة هذه إن شاء الله. تشوف الأمبيونس سخونة، وإن شاء الله إن شاء الله لاباس، الأمبيونس باهية، وإن شاء الله تكمل لآخر العام كامل. انا ما مشاش عيد ميلاد بنتي بالله. الانسان اللي صنع جو جديد في النادي وساهم في ارجاع الفرحه لجماهير السياسيس، حاولت الملعبيه بطريقه الخاصه انها تعيش معها اللحظه وتحسوا انه مش بعيد على عائلته، ودموع الفرحه هي الوحيده اللي قادره انها تعبر على حجم المحبه والعلاقه الاخويه. نقول لكم شيء، كان ميرسي ان تو لي كا صارت لي كل ليكيب يعمل لي عيد ميلادي، mais c'était jamais aussi familier que ça. Non, c'est vrai. C'était jamais aussi familier que ça. Vraiment. بعيد على عائلتي نروح بعائلتي اليوم. فرحة. ولادك. سي مي غوز. يعملوا كيما هكا، معناتها نصوم اون فامي، معناتها مش كلام اليوم ظهروا لي مش كلام، معناتها نصوم اون فامي، معناتها سي فريمون سي تري توشون سي تري توشي. فرحوني اليوم بالجست نتاعهم، ان شاء الله نكملوا نفرحوا الناس الكل، مي سيرتو راهي الرياضه والكوره وكليك سي افون تو سا، سي افون تو سا. معنا كلمة عائلة نشوفوا فيه كل يوم في نادي صفاقسي، رابط أسري يجمع الناس الكل، يخلينا نعرفوا سر النجاح، سر الجرينتا، وسر اللعب على المريو. CSS TV بتقود الكوتش. جويوز انيفرسير، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. حكينا عن نتائج متاع الأصناف الشابة اللي ديما متعودة بالتألق. في صف الأوسط الأولاد يواصلوا زحف للمرحلة الحاسمة والدخول في سباق البلاي أوف. أصحاب الدوبلي الموسم الفارط فازوا في مقابلة الجولة الثالثة إياب في البطولة الوطنية للأصناف الشابة على الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر. مقابلات السياسيس والترجي الجرجيسي ديما يكون فيها الإثارة والتشويق واللعب الجميل، ولكن في درب الجنوب دائما أولاد الكحلة والبيضة يحققوا المطلوب. المقابلة كانت حذرة من الجانبين،
وكان فيها شوية اندفاع بدني، وكانت دائما اللعب منحصر في وسط الميدان. إصرار كبير لأبناء إسليم الجربي الفوز والخروج بنقاط الثلاث اللي خليهم ديما في صدارة الترتيب، وبالتالي موصلت سلسلة النتائج الإيجابية. قلب تاع رجوليه تاع رجال اغريسيفيتي، كنتو رجال برافو عليكم. هذا نحضروا به الماتش وقت الصعب، لعبتوا ضد ايكيب سبور اليوم كلهم سبور 97، وانتم تبارك الله عليكم عندهم خمسه جوارات مصحين كونتر توت ستاجيري ترانو مع ايكيب سينيور خمسه، ما حبيناش نقول لكم اما تبقى عندنا كان رجال برافو عليكم، نكملوا هكا خذينا باليه اخرى يلا الاولاد برافو. هاي الحمد لله ربي، اليوم كنا رجال وقفنا يد واحدة كاو عملنا على الربح، والحمد لله ربي ربحنا، وإن شاء الله الجاي خير وما نقفوش على بارتي واحدة وديما نحسن إن شاء الله. والله صحيح مباراة صعيبة متاع قلب متاع رجولية، أما الحمد لله ربحنا هذا كله بخدمة متاع سلي ومتاع ستاف وكل شيء، إن شاء الله الجاي خير. احتضنت قاعة الرائد البجاوي نهار لحد 29 ديسمبر 2015 مباراة الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني أليف للكرة الطائرة فتيات بين النادي الصفاقسي والجمعية النسائية لحمام الشط. البنات وبعد التحذيرات الكبيرة اللي قاموا بها أقبل بداية البطولة وتدعيم الزاد البشري بعض الملعبية على غرار مريم مامي والعناية الجيدة اللي أولتها إدارة النادي للفرع. كل الظروف تخلي فتيات السي اس اس يكونوا قدام إجبارية تقديم مردود طيب في سباق البطولة خاصة في المرحلة الأولى. المباراة كانت دائما فيها الأسبقية للسي اس اس اللي فرضت سيطرة مطلقة منذ بداية المباراة من خلال اللعب على وسط الشبكة والاعتماد على الصد المباشر. زميلات كوثر جماعي لقوا منافس ضعيف من ناحية دفاعية، فرضوا لعبهم وتحكموا في النسق منذ ردهات الفترة الأولى اللي وفيت بنتيجة 25-13. الفترة الثانية كانت مشابهة تماما للفترة الأولى، تم فيها تنويع اللعب وتغى عليها التركيز خاصة في الإرسال، سيطرة مطلقة بالإضافة لقوة الضربات الساحقة. في المقابل ظهر فريق حمام الشط بمردود أقل من المتوسط من خلال ضعف الصد وترك المساحات لزميلات مريم الغرياني، الشيء اللي ساهم في قلة تركيز الفريق المنافس وخلاهم يخسروا الشوط الثاني بنتيجة 25-12. الفترة الأخيرة بدأوا كأنه فريق حمام الشط رمى المنديل رغم توصيات المدرب فهم الحديدي بتوخي الحذر وعدم ترك الفراغات، لكن الشيء هذا ما عرفش كيفاش يطبقوا زميلات أميمة اليعقوبي واللي استغلوا بنات المدرب عز الدين الشافعي باش يكونوا بنات السي اس اس في تاريخ مفتوح يفرضوا سيطرتهم المطلقه واللي تتجسد في النتيجه نهايه الفتره الاخرى 25-4 والمباراه ككل بثلاث اشواط مقابل صفر، تفاصيلها 25-13-25-12-25-4. انتصار جديد للبنات يخليهم يخدموا في اريحيه لبقيه مرحله البطوله والدخول في السباق المهم. اكيد هو كي نقولوا النادي الصفاقسي وحمام الشط ظهر لي على ورق معناتها نقولوا نادي الصفاقسي هو الاقرب للفوز، وهذا اللي برهنوا عليه البنات اليوم وكانوا في مستوى اللي يستحقوه، لكن ما يمنعش هذا كونوا نشكروا نادي حمام الشط سيرتو على التواجد نتاعو في الكره الطائره النسائيه، لان تعرف المشاكل والمصاعب الكبيره اللي تلقاها الفرق. هذا ما منعناش احنا باش اليوم نخدموا الماتش نتاعنا بالطريقه اللي نحبوا عليها. ماتشات الكل لازم نعطيهم القيمه نتاعهم، كيما ماتش كيما هكا معناتها لي سيس اللي يلعبوا يخدموا لي الخدمه الكل مع بعضهم، نخدموا سيرفيسنا نخدموا كل شيء، معناتها فما ماتشات كيما هكا تصير فيهم شويه رولاشمون هكايا بعد يعقف الماتشات الصعاب، معناتها لازمك تدخل
كل ماتش وماتش معناتها نقولوا ايكيب تستحق 25-1 25-2 تعطيها 25-1 ولا 25-2 هيك هو فهمت. واحنا لازمنا ماتشاتنا الكل نحضروا بهم لي فينال مثلا باش نلعبوهم باش نلقاو روحنا في التوب نتاعنا وقتها في البيرفورمانس نتاعنا. صحيح ما ثماش موازين قوى ماهيش متقاربه، لكن اهم حاجه اللي هي أبار الانتصار، أهم حاجة اللي أنا فرحان بها وأنه اليوم البنات طبقوا معناها الآليات اللي طلبناها منهم وكانوا معناتها بيان أبليكي، خاصة ما جاراوش المنافس، ما طاحوش في الفخ متاع الاستسهال، لعبوا بالكدا، لعبوا على مستوى الحقيقي، وهذا هو الفريق اللي يحب يفوز ويحب يرهن على القاب يزموا المباراة الكل يعطيهم قيمتهم. وبتاتر كما قلت أنت يعتبر مباراة كما هذه مباراة تحذيرية، هي مباراة رسمية لكن تعتبر تحذيرية بالنسبة لنا احنا اللي جاي، احنا نخدموا ديما على المرحلة الثانية، المرحلة الأولى هذه كلها تقريب باش نحاولوا نخدموا فيها المباراة الكل بشكل أن نخرجوا أكثر ما يمكن من اللاعبات اللي نلقاهم للفترة الثانية. تقريب مباراة اليوم كبداية في صفاقس وانتصار بالطريقة هذه يخلينا نخدموا بأريحية ونواصلوا إن شاء الله المشوار كما نتخيلوه وكما يحبوها أحبائنا نادي صفاقس الكرة الطائرة النسائية.